الجزائري والسلطات عودتنا دائما على مظاهر التضامن، واليوم هذا الشكل من أشكال التضامن والتآزر من خلال الرياضة. فريق الصحراوي اللي يجتمع من أماكن تواجد الصحراويين ليجري مقابلة إن شاء الله يوم 20 ماي ذكرى 50 لتأسيس جبهة الشعبية واندلاع الثورة الكفاح المسلح بملعب نيلسون مانديلا مع مولودية الجزائر. هذا الفريق التاريخي